أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينية بذريعة محاولتها دس جنود إسرائيليين عند مفرق بلدة حلحلول شمال الخليل، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه أسعف سيدة فلسطينية أطلقت عليها 15 رصاصة بذريعة محاولتها دس جنود إسرائيليين بحسب الرواية الإسرائيلية. من جانب آخر، أصيب إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن نفذها فلسطينية بالقرب من قرية جبع شمال القدس، والذي فر عقب تنفيذ العملية إلى شمال القدس في الضفة الغربية.